مجموعة الأسماك اللي احنا عرضناها لحضراتكم جمعتها في صاج الشوي، سردين، سهلية، سجان، صرع، حجي أو شرارة، عنبر، سردينة خليج أو جر، وسردينة بلدي، وشخرم عنبك، وشخرم جر، ونوع تاني من السجان. أنا هخش بالصينية في الفرن، وإن شاء الله أيا كانت النتائج أنا بوريكم يا جماعة، اللي بطنها مش كويسة هوريها لكم، اللي بطنها كويسة هبينها لكم. كمية اللحم هنا، كمية اللحم هنا، عشان وانت بتنزل تشتري يبقى انت كتاب مفتوح قدام منك ودليلك للشراء. يا رب الهدف والغرض من الفيديو يوصلكم ان شاء الله. جهزنا الاسماك المتنوعة والاسماء والاصناف المتنوعة، جهزتها بالدقيق عشان يتم القلي، وان شاء الله هنعرض النتيجة ايا كانت. ده فيديو امانة وتوضيح بعيوبه، بعيوب الاسماك، بمميزات الاسماك لا يعنيني، المهم انا الامانة توصل لك، تشوف حجم اللحمة قد ايه، البطن عاملة ازاي، وفص اللحم عامل ازاي. ده الغرض من الفيديو يا جماعة، ارشادي ودليلك للطعم والجودة وكمية اللحم ان شاء الله، عشان لما تروح السوق يبقى عندك خلفية كويسة ان شاء الله. دي يا جماعة الوش الاولاني للاسماك، سردينة، سهلية، سجان، صرع، شرارة، سردين، عنبر، سردين، سردين، شخرم، شخرم، قاصة، باغة، سجان، وباغة. وهنشوف برضو، هقلبه على الوش التاني ونشوف الناتج ده ان شاء الله يعمل معانا ايه. تخش بالكاميرا على السجان، على السجانة بس، واحد اتنين. يا جماعة ادي السجانة اللي هي جر خليج، بصوا البطن اتفجرت ازاي، والسردينة برضو اتفجرت ازاي، وطبعا هتشوفوها على الطبيعة، بس انا حبيت اوريها لكم نشوف عملت ايه. انا قلبت على الوش التاني. ادي يا جماعة شفنا البطن فرجت خالص، السجان اللي هو ايه؟ خليج، وادي السجناية السليمة التانية. ادي يا جماعة السجانة، شوف فتحت ازاي، فجرت. دي تعمل يا جماعة اللي يجيبه يجيبه، بس يفتح بطنه وينظفها ويعملها شغل. نشاهد الآن يا جماعة ناتج شوي وقلي السجان. دي سجانة مقلية احتفظت بقوامها وما اتفجرتش وما فتحتش. مش مهم الحجم يا جماعة، حتى هنا دي برضو مشوية، دي مشوية ودي مقلية. دي سجانة مشوية، وشفتوا بنتابع مع بعض يا جماعة ناتج شوي وقلي السجان. في سجان اللي هو بر الخليج، ادي يا جماعة اهو بطنه فجرت وطلعت كل اللي فيه، ده شوي. وحتى في القلي نفس الشيء يا جماعة، يفضل السجان اللي من النوع ده افتح بطنه ونضفه الاول ويتعمل شوربة فقط. يبقى ادي سجانة بر الخليج مشوية مقلية، وادي سجانة مشوية، نفس الشيء عندي اهو، سجانة مقلية وادي سجانة مشوية ما فتحتش ولا فجرت.
دلوقتي هوريكم اللحم بتاعها، هنشاهد مع بعض يا جماعة لحم. هي حلوة قلت لكم، بس هي عيبها في بطنها. ادي يا جماعة اهو، لحم كويس من عضل البطن. فانت لما تنضف بطنها وتعملها شوربة هتلاقي معاك فص لحم مش وحش، كويس يا جماعة. ادي المقلية وهنشاهد المشوية مع بعض اهو. بصوا البطن يعني تضايق في الاكل. ادي اللحم، السجان المشوي، وادي المقلي اللي هو فتح او فجر، اللي هو النوع كويس اهو يا جماعة. بطنه نظيفة ولحمه، دي المقلية. السجان تاكله مقلي تاكله مشوي كله جميل يا جماعة. دي المقلية وهنشاهد مع بعض المشوية، ما تفرقش بس المشوي بينشف شوية يا جماعة. أنا معلش خبرتي بقى في الكلام ده، وأنتوا هتلاحظوا برضو إن السمك الصغير دايما، وأنا عدت المعلومة دي قبل كده، ما تقرصش عليه في الشوي لو أنت هتشويه، ويفضل القلي، وما تقرصش عليه برضو، ما تنشفوش يعني وأنت بتقلي كده. يبقى عرضنا بالكامل السجان المشوي والمقلي. نتابع مع بعض يا جماعة دليلك للشراء وللتسوية والطعم واللحم. دي سمكة زرقان. أغلب السويسة بيفتحوا بطنها وبيحطوها بيتوموها توم وكاري وملح. أنا النهاردة أول مرة أعملها ببطنها، وهنشاهد مع بعض. ما في مشوتش يا جماعة. الزرقان يفضل في القلي. ادي يا جماعة اهي سمكة زرقان، وده حجم صغير، ده في حجم اكبر من كده الضعف. وكل ما تاخد الحجم الوسط زي الحارت او المكرونة بيبقى طعمه احلى. ليه؟ لسبب ان الشوك بتاعه لسه ما بقاش ناشف مش مستوي. ادي كده اهو يا جماعة، وهنفتح مع بعض سمكة زرقان. بطنها نظيفة وزي الفل. اهو يا جماعه، يبقى احنا كده تابعنا مع بعض الزرقان المقلي، وشفنا شكله الخارجي بعد ما اتقلى، وشكل اللحم اهو لحم طري مش ناشف، مش فصوص طريه شويه. نشاهد مع بعض يا جماعه دلوقتي السهليه اللي كانت مبطرخه. دي مقليه بالدقيق اهو يا جماعه، وادي مشويه في الفرن بوتاجاز عادي يا جماعه. اهم حاجه تحطه في بعيد عن النار شويه وتابعه وانت بتشويه. هنتابع مع بعض يا جماعه، هنفتح نشوف اللحم. نشاهد مع بعض يا جماعه سمكه السهليه المقليه شكلها ايه من جوه. ادي يا جماعه اهو، الله، بصوا البطروخه يا جماعه، البطروخه بطروخ جميل. ادي البطروخه يا جماعه، هنشاهدوا على الطبيعه اهو، ده بطروخ السهليه يا جماعه. طعمه جميل جدا جدا جدا. دي المقلية، وشفنا لحم سمكة دسمة يا جماعة، سمكة تحت ايدي طرية وسمينة.
اللي عايز ينشف السمكه هو ليه ينشفها. دي كانت عايزه سنه صغيره كمان ايه في القليه. نشوف المشويه مش مبطرخه، بس اللحم بتاعها بالرغم من حجمها، والفص بتاع السهليه بيبقى ناعم، مش ناشف زي الحفاره او المرجان. وادي يا جماعه اهو بنوريكم على الطبيعه لحم السهليه. يبقى انا كده عرفتكم يا جماعه، اللي هيروح يشتري يتاكد ان السمكه ما تكونش بطنها فيها حاجه، عايز يشويها عايز يقليها كامل الحريه وبالف هنا وشفا. نشاهد امامنا الان يا جماعه الباغه، باغه مقليه. وطبعا انتوا هترجعوا للفيديو من الاول وتشوفوها هي نيه، ها، وعشان تعرفوا انا برضه هحاول اجيب لكم في الفيديو، يا اما اقسم الفيديو كل سمكه لوحدها، هشوف ربنا هيعمل معايا ايه. دي باغه، ولحظه انا ما بحطش ملح عشان ما داريش على شكل السمكه. السمكتين دول مقليين والسمكتين دول مشويين في صنف الباغه. تمام، نشوف بقى اللحم بتاعهم. نشاهد يا جماعه مع بعض يا جماعه الباغه من جوه عامله لحمها ازاي وشكلها ازاي. ادي يا جماعه بنفتح سمكه الباغه، بطنها نظيفه، بتاكل بسريه الباغه يا جماعه، يعني ايه اكلها برضو نظيف. وادي يا جماعه فص اللحم بتاع الباغه، واضح اهو ان هو هيعجبكم ان شاء الله. تمام، دي مقليه، سمكه باغه مقليه يا جماعه. نشوف المشويه، ادي السمكه المشويه. ولاحظوا حاجه يا جماعه برضو، ان الحمد لله الاسماك الصغيره مرضيه ومغذيه وبرضو مشبعه. ادي يا جماعه بطنها نظيفه جدا اهو. الغرض من الفيديو انا ببين لكم من جوه عامله ازاي ومن بره عامله ازاي، عشان اللي ما عندوش فكره لما يروح يشتري يبقى الحمد لله عارف ومطمن الاصناف اللي يحبها، باغه يشويها يقليها زي ما هو عايز. تمام، ادي يا جماعه المشوي والمقلي. اللي امامنا الان يا جماعه السردين، السردين اللي هو مش سويسي بر الخليج. وشوفوه عمل ازاي لما ايه لما اتقلى، الجلد اتقطع وانفد والبطن اهو قدامكم على طول، مش مستاهله ان انا ايه افصص. اهي يا جماعه اهو لحم السردين المقلية. برضو كل واحد على قد ايه حاله، دي ناس بتشتريها ودي ناس بتشتريها، والحمد لله برضو اهم حاجة تكون طازة. سمكاية انا بعتبرها في المقام الاول الجودة بتاعتها، عشان هي دي اللي هتستطعمها. سمكاية لو رخيصة وطعمها حلو ولحمها حلو الحمد لله، ممكن تجيب سمكاية جودتها اقل وتدفع فيها مبلغ اكتر، والفايده والعائد للاسف مش مغذي ولا مرضي. دي سردينه مقليه، شوف السردينه المشويه نفس الشيء يا جماعه. ما تفرقش مقليه من مشويه. السردينه السويسي طبعا تفضل ان هي تتقلب حالها كده، وفي ناس والله اعرفها بتاكلها كده بشوكه. طبعا مش فرض، بس هي من حلاوتها وطعمها، وان شاء الله نشاهدها بعد كده مملحه. يبقى احنا يا جماعه اتفقنا، ادي سمك السردين السويسي، وان شاء الله باذن الله بدون مقاطعه
هوريكم طريقه تخليله، ولغايه لما يستوي اوريه لكم هو عامل مملح. السمك اللي بنشاهدها دلوقتي يا جماعه اكيد هتعرفوها، ام منقار زي العصفوره، دي قاصه مقليه، قاصه مقليه يا جماعه. شكل القاصة المقلية، وآدي سمكة قاصة مشوية. نشاهد مع بعض يا جماعة لحم سمكة القاصة المقلية. عموما كل سمك القاصة بيبقى فيه السمار الخفيف ده، ما تخافوش منه، بس اهم حاجة ان البطن نظيفة اهي. البطن زي ما احنا شايفين نظيفة. وادي فص اللحم. اه يا جماعه جميل، سمكة بالرغم انها صغيره الحجم لكن ان شاء الله تعجبكم، ولحمها ان شاء الله يعجبكم، وظهرها مليان زي ما احنا ايه. دي مقليه يا جماعه اهو، وادي الفص بتاعها. هي والحفاره تعتبر في الفص اللحم واحد يا جماعه. ادي المشويه يا جماعه نجربها مع بعض. اللي عايز ياكل مشوي ياكل مشوي، واللي عايز يعملها برده ويعمل لها دقه فلفل وثوم وخل وطماطم صغيره وليمونه برده هتبقى حلوه مع الكاري طبعا. ادي يا جماعه لحم القاصه المشويه يا جماعه، هتعجبكم ان شاء الله. لحمه اهو السواد ده ما تخافيش من ده، عامل زي الحجاب زي غلاف كده بس، لكن السمكيه جميله وهتعجبكم. هتعرفوها بالظبط، سمكه العنبر. برافو اللي قلت عنبر على طول، ايوه كده، طمنوني عليكم يا جماعه. دي سمكه عنبر مشويه مقلية، سوري. ادي اهي يا جماعة اللحم بتاعها. لا يا جماعة انا شوتها، انا اسف، انا شوتها. برضو بتاكل جمبري هتلاقوا لون الاصفرار ده ولون البط ده عنبر، والبربوني انا افضله ليكو عن العنبر. العنبر الحجم الكبير يعني برضو كويس يا جماعة، عشان برضو ما اظلمش السمكة. اللحم بتاعها اهو هتعجبكم، دي عنبر مشوي، مع اني افضل بعد كده اللي يعملها مقليه. وبكده نكون وريناكم صنف العنبر. طبعا يا جماعه اللي هنشاهده دلوقتي مشوي ومقلي، ده شخرم. ده ناتج شوي وقلي شخرم. ادي يا جماعه شخرمايه مشويه. وانا بنصح يا جماعه دايما في الاسماك الصغيره لما تشويها او تقليها ما تقرصش عليها عشان اللحم بتاعها ما ينشفش. دي سمكايه مشويه شخرم، دي وادي نوع تاني من اللي هو الجر، وهنشوف برضو شوف فرق بين البطن دي وبطن دي يا جماعه. دي فتحت ودي ما فتحتش، ودي برضو نفس الشيء. في المقلي برضو هنراعي ان في نوع فتح وفي نوع تاني
حافظ على قوامه. بنتابع مع بعض برضو ونواصل يا جماعة. الشرارة المشوية، حجي أو شرارة، سواء كبيرة أو صغيرة، الطعم والطريقة واحدة. دي مشوية زي ما احنا شايفين، ودي مقلية، وهنشاهد مع بعض من جوه من الداخل اللحم شكله ايه يا جماعة. تمام، بنفتح مع بعض يا جماعة اهو سمكة الشرارة المقلية. صدقوا تأمنوا بالله انا اول مرة اقلي شرارة، وهيخليني اغير رأيي. ادي يا جماعة القشر بتتشال، بتبقى فص لحم طعمه انا جربته قبل كده في المشوي. ادي يا جماعة اهو فص الشرارة مع انها صغيرة، لكن بصوا يا جماعة بسم الله ما شاء الله اللحم بتاعها وبطنها نظيفة. دي المقلية يا جماعة. تمام، طبعا يا جماعة لاحظوا ان انا ما حطيتش ملح ولا بهارات عشان ما داريش على شكل اللحم، فعذرا. طبعا دي لازم تتحط لها توابل وملح علشان يبقى ما تبقاش دلعة. بص يا جماعة، بص اللحم ده المقلي. بالنسبة للمشوية اهي يا جماعة برضو نفس الشيء، واتضح فعلا ان المقلي محافظ على قوام السمكة عن المشوي. او هي يمكن ارصت على الشوي شوية. ادي يا جماعة الفص اللحم زي ما احنا عايزين نشوف فص اللحم. وسمكية ممتازة ارشحها لكم، وان شاء الله لما تعجبوها انا كده الحمد لله انا مطمن ان انا ايه بقى اللي هينزل السوق هيبقى عارف هو بيشتري ايه وشافها من جوه اذا كان اول مره يجيبها ويتعامل معاها. ادي المشويه وادي المقليه، والطريقتين ممتازين بصراحه. اللي امامنا الان يا جماعه سمك الصرع مقلي. الجماعة اللي بتحب تفتح السمكة وتنظفها من بطنها، لكن أنا عن نفسي كل الأسماك النظيفة الصغيرة بتتقلب حالها زي ما أنتم شايفين يا جماعة، مفيش خوف منها. دي مقلية سمكة صرع مقلية، ودي سمكة صرع مشوية. بحلها يا جماعة بكامل هيئتها. دلوقتي ان شاء الله انا هفتحهم لكم عشان تشاهدوا معايا شكل اللحم والبطن من جوه عامله ازاي. امامكم هنفتح سمكه الصرع المقليه، مش مهم الدماغ. بصوا يا جماعه واكله جمبري من جوه اهي. الاحمرار ده احمرار جمبري. دي سمكة مقلية صرع، واللحم بتاعها برضه اهو هوريكوا القشر بتاعها يا جماعة. مجرد ما تتقلي القشرة بتنفصل، ما تخافوش منها حاجة. وادي فص اللحم زي الكابوريا بالظبط. ما هو ده الصرع يا جماعة بياكل جمبري، ولما هتاكلوها هتلاقوا طعم الجمبري. وادي يا جماعه اهو قطع الجمبري والبطن نظيفه زي ما انتم شايفين اهو، وفص اللحم حلو. دي المقليه. نشوف المشويه برضو نفس الشيء، واكله جمبري ولحمها اهو يا جماعه. والحمد لله من خلال التجربه ان المقلي، مش هفرض عليكم، المقلي ملاحظ ان هو افضل من المشوي عشان بينشف شويه.
اهو يا جماعه الفص اللحم بتاع الصرع، وادي بطنها زي الفل اهي، واكله جمبري برضه كده يا جماعه. يبقى احنا جبنا لكم صنف صرع المشوي على الشمال، وادي المقلي، وليكم الحكم وتجربوا ده او تجربوا ده. بألف هنا وصحة أحبائي وأعزائي مشاهدي قناة جوار السويس، هذا الفيديو بأعتبره موسوعة بلا فخر ودليل، هيفضل إن شاء الله ذكرى طيبة في حالة ممات الواحد، هتبقى صدقة جارية هذا الفيديو، لأنه بيعرفكوا وبيرشدكوا وبيوعيكوا على الأسماك البحر الأحمر، والناس القاهريين أو المحافظات الأخرى اللي كانوا بيخافوا يخشوا علي سمكة، لا الحمد لله النهاردة أعتبر الحمد لله. يا رب يا رب أكون وصلت الرسالة وكون في صحيفة أعمالي لوجه الله. وما تنسوش يا جماعة يا حبايبي الاشتراك، أنا أول معلش أنا غيور على القناة وعايزه تكبر بيكم، كل ما يكون في اشتراك وكل ما انتم تكونوا سفره ليا لقرايبكم حبايبكم اصحابكم، الحمد لله انتم عارفين اذا كنا بنقدم ماده محتواها طيب او غير طيب. فرجاء وفضلا منكم دعموا القناه، عشان انا محتاج ان هي توصل لاكبر من كده كمان بيكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع تحيات احمد عبد المقصود، قناة جواهر السويس.